بلاد الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وحطيك العلم على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هاي 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 هاي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني ايه؟ اوعى يعمل حاجه. اوعى ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دلوقتي، اصحى اصحى لما ده حق عم الحاج. ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السنجه. سلم بي. لا. ما هي السنجه؟ السنجه هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه بحدوه. عجل. اعرفه. اكمل. بعد الزهاكه دخل عليا فرحت ظرف وانا بقى من تحت الباطو كده. وطرقتك ورحت جايبها له الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت. ومات. ومات. من ده زمان؟ هذا الشخص. لا ده هو لسه بيفرفل لحد دلوقتي الدم رفير. واو. ما ده؟ كم انا احب الدم جدا. أيوه. جدا. ده. سيرلين بي. يس. سأعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلين بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك بالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده حلو قوي. للسلخ ده اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع. ندوه. رائع سيرلين بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ليه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة نصر؟ أيوة. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة يا عبد الله. الله سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا. تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم من انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ سلام يا قوي. حببت انت. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا ليندي مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء. بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه
لازم تخرع له قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلول. ونحن ماذا سنفعل على القائد؟ ماذا سنفعل يا قائد؟ لا اصلك في حته بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ انتوا؟ اخوان. انتوا اخوان؟ اخوان. ايه؟ ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجاله، مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض، ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص؟ خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه. وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده، ها؟ تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه؟ انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع. تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك. وانتوا اضربوا ببعض. بس يلا. شغال اعمل حاجة. ايوه. اضرب بعض بجد. ايوه. حلو قوي، عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي. بس خلاص. خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحلة التانية اللي هي قلة الأدب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمي كفايه جسمي انخلص اسمي كفايه جسمي كده يا كده اسحن النون اسحن النون طلع لسانك كده عايز ارحم يا ابوك انا الفارس نعم هذا هو هريسة ماذا تريد ان تفعل بي هريسة حبيبي هريسة حبيبي اسأله في اي اوضه اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس يلا. حبيبي عم هريسة هجي لك انا يلا يا نشتم يا لا على ابوكو على ابوكو هديك بقى حمدان هديك بقى حمدان اخليك تروح كربان خليك تروح كربان وهوب فوق وهوب فوق لو ليك الشوق لو ليك الشوق وهوب أيوة الفارس نعم لقد وضعته كما امرتني ايه اللي وضعته انت بتولد ولا ايه هريسه هريسه اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور اقف هنا دربهم اين تذهب يا الفارس انا ذاهب الى الكنيف كنيف ايوه كنيف هو اقف هنا يلا همك اقف يلا قول ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي ماذا تقول؟ سمو الأمير أنت تبالغ في الأمور يا عصفور يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي ماذا تقول؟ سمو الأمير هذا أمر بديهي أيها العصفور مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة الضرب في البطن بالركبة البصق نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك كفى لا تقل هذا عن اللمبي فاللمبي صديقي هاو مولاتي أكمل كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة هريسة
هريسة. إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلاً عجوزاً مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقاً سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحداً أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني. فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي. هذا الكنز سيكون عونا لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسنا. اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار عليه؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء. اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي. سير لمبي، مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن.
وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا أنا أمعى أمعى أنا يا فايز يا أولادي. شكرا كنت دستور سيدتي ما عرفش أنك في ساعة الكليولة. تعال إلي يا سير لومبي، فأنت الآن في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي، تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن يا. ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لله أسوأك، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. انت مره لازم يتغار عليك، بس هو هتعمل ايه بقى؟ واضح ان هو راجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحه بدون وجبه. من اجل هذا ساضع يدي في يدك. ايوه. لقد خبأت عريسة في مكان امن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. المرة المجنونة دي؟